هقول لكم ازاي اتخلصت من ريحه البيبه بتاعه الحمام، وازاي اتخلصت من ان هي كل شويه بتتسد وبتطلع ميه وحاجات على الشقه وبتبهدل الدنيا. اول حاجه حطيت برل منظف مواعين، ممكن تستخدموا اي منظف عندكم، انا زودت كميه شويه عشان ينضف اكتر. تاني حاجه حطيت كربونات صوديوم وملح ليمون، وبعد كده هحط عليهم الخل. الخل بيخليه فور كده، والميه السخنه بتخليه بقى ينزل او يفور اي دهون موجوده في الصرف علشان ما تطلعش ايه وتسد الدنيا عندكم. بصوا الميه السخنه عملت ازاي، فوران غير طبيعي. هي كانت عندي مزوده بصراحه وبتطلع حاجات كتير كده، كل شويه بتطلع زيوت ودهون ودهون، وكانت مبهدله لي الدنيا. ومن بعد ما جربت الطريقه دي والدنيا بقت نظيفه جدا وريحه الحمام حلوه جدا. جربوها ويا رب تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سيف ولايك علشان يوصل لكم اي جديد بنزله، واستنوا سلسله فيديوهات جايه هتكسر الدنيا. باي باي.